تفقد الأشياء حين نكون بحاجة إليها وتظهر حين تنتفى حاجتها. هذا هو الشائع في العراق تماما كما غاب النفط الأبيض مع مجيء الشتاء. وما أن أعلنت الأنواء الجوية حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة حتى أثيرت تساؤلات المواطنين حول حصتهم من النفط، إلا أن وزارة النفط واجهت هذه التساؤلات بالصمت. وعلى الرغم من إعلان الشركة العامة للمنتجات النفطية عن نواياها لتوزيع 100 لتر من النفط الأبيض لكل أسرة عبر الوكلاء الجوالين أو محطات تعبئة الوقود بسعر التكلفة البالغ 150 دينار عراقي، غير أن هذه الوعود لا تزال وقف التنفيذ. وبين المواطن وحصته من النفط يقف أكثر من 25 منفذ حكومي و48 منفذ أهلي و447 وكيل جوال من المعتمدين في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، فضلاً عن 21 منفذ حكومي و86 منفذ أهلي و192 وكيل جوال مناظر لها في جانب الكرخ، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للمنتجات النفطية. التأخر الحاصل في توزيع النفط في المركز أعاد نشاط السوق السوداء، بحسب المراقبين الذين أكدوا أن تجار السوق السوداء يحصلون على النفط من مخازن الدولة ويبيعونه على الناس تزامناً مع هذا التأخير في انطلاق البطاقة. وأن تطلق البطاقة متأخراً خير من أن لا تطلق من الأساس، هكذا يقول لسان حال الناس مع تخوفهم من أن يشهد الشهر المقبل الذي سيكون أكثر برداً ذات التأخير والمعاناة.